السبب ان احنا نقول ان الدواء مغشوش؟ في سببين. السبب الاولاني ان الدواء بينقص. الناس بتدور عليه وتلف عليه فالدواء مش موجود. فضعاف النفوس يجي ينزل باتش ده واللي كان معروض الفلاجيل وما زال في قائمه النواقص حتى الان يعني اللي معروض في التقرير ده. وبعد كده السبب الثاني ان في حاجه غالي يعني بتبقى غالي الثمن فيبيح يعني يثير شهيه اللي هيضرب الدواء ده او اللي يصنعه تحت السلم. وفي مناطق معروفه كمان في مصر اولا نسبه الدواء عشان بس ما نكبرش الامور الدواء المضروب او المغشوش بقى حسب تقرير منظمة الصحة العالمية هو بيمثل من 10-30% أفريقيا بس 30% لكن احنا التقرير بتاعت مصر من 10-15 عشان ما نرهبش الناس. طيب هو ده دي نسبة من وجهة نظر سعادتك كبيرة ولا صغيرة؟ لا هو احنا برضو في العالم كله الدول المتقدمة بنسبة 3% يعني الدول أمريكا حتى فيها ده هو مغشوش مش احنا بس يعني عشان بس الأمور تبقى واضحة ان الشعب ما يخشش ان احنا بس انا سؤالي بقى للسؤال. لكن في حل نتفادى الدواء المغشوش ازاي؟ المكان الوحيد والآمن لشراء أي دواء هو الصيدلية فقط. لأن طبعا حضرتك عارف القنوات الفضائية بتعرض أدوية ولسه في منتجات اللي فيها السيبوترامين اللي اوريدي مش ماده ممنوعه حاليا دلوقتي خالص.